سؤال بقى كده، يعني ايه في محاوله لمعرفه ملامح السنه دي؟ هي اولا كترت النهارده قوي، معلش معلش عشان خاطر انا حبيبتك، انا حبيبك انا حبيبك انا حبيبك. احنا السنه دي 2016 دي مجموعه كام؟ 2016 مجموعها كله 9. تمام. ماذا ترمز رقم ماذا يرمز رقم 9؟ انا بيهمني هنا قبل 9 16. تمام. يعني 2016 لانه احنا في الكالندر او التقويم بتاع الترو دوائر كده جوه بعضها، موضوع كبير مش مجاله. فرقم 16 بيهمني في الاول قبل ما بجمع السنه. فالسنه دي رقمها 16 الاصلي ومجموعها 9. تمام. اوكي. 16 ده ورقه البرج في كروت التارو. عشان كده هنلاقي السنه دي عندنا مفاجات كتيره جدا ان شاء الله حلوه. لا ما تقوليش ايه. اوعي تقولي ايه. مفاجآت. طبعا طبعا. في مفاجآت السنه دي كبيره قوي. بشكل عام انا بتكلم على بشكل عام على الدنيا كلها، على العالم كله. تمام. كل البلاد وكل الدول، لانه السنه دي ميزتها يا حنان انه الابراج حلها افضل كتير من السنين اللي فاتت. لكن بشكل عام بقى الاوضاع العامه اللي حوالينا هي دي اللي هتبقى مختلفه، مش هقول اسوأ، لكن هتتغير. العناوين هتتغير، الاحداث هتتغير، التحالفات هتتغير، كل حاجه هتتغير تقريبا. الاشخاص هيتغيروا؟ في طبعا في اشخاص، في امبراطوريات بالكامل. حتى يعني بصي 16 ده رقم الهدم من اجل البناء. يعني انت لو شفتي الورقه نفسها، الورقه رقم 16 بصي مش موجوده، هو يعني هو ده مفيش. هو ده ورقه البرج بتعمل كده. مسله وبينزل عليها ساقط برق من السماء، فبتكسرها وبتهدها. طبعا البرق اللي بيجي فجاه، يعني محدش بيبقى مستنيه. أكيد. عارف هيجي منين. بس لازم يتحسب له بالظبط. بس عشان كده هتبقى سنه مفاجات. اوكي. مش هيبقى عندنا فكره عنها، مفيش تمهيد ليها. لا احنا هننام نصحى نلاقي حاجه كبيره حصلت ترتب عليها امور وقرارات ان شاء الله خير. وحاجات اللي انت بتقوليه ده يؤهل الناس اكتر عشان المفاجات. اكيد. لما تقولي انه في مفاجات جايه الانسان برضو يتاهل نفسيا، لكن لما ينام ويصحى يلاقي مفاجاه فظيعه كده فممكن يجي له بانيك. ما انا عايزه اقول لك ان جنب ده انا عندي بقى مجموع ال 2016 مع بعضه بيديني رقم 9 اللي هو كارت الناسك او الهيرمت اللي هو الحكيم بتاع الزودياك. تمام. اوكي. فالحكيم يعني حد عاقل، يعني حد بيعمل قرار، بيقول قرارات صح، بيفكر كويس، ما بيتصرفش برعونه او بتهور. هايل. يعني المفاجآت ممكن تخليني اتعامل بحكمه. بالظبط كده. حلو جدا. بالظبط كده.